يستضاف أن حادث خطف المطرانين حصل في ذات اليوم الذي كان فيه أحمد الأسير يدعو إلى الجهاد لنصرة الشعب السوري بين قوسين الشقيق. لم يدن خطف رجلي الدين المسيحيين المسالمين الأعزلين الداعيين للمحبة والسلام بين الأديان. التكفيريون والمتعصبون والمتزمتون هم أقلية في جميع الطوائف والمذاهب، لكن السعودية وقطر تحاولان أن تجعلهما أكثرية خدمة لواضعيهم في السلطة. وهناك دول عروبية في الصميم تحاول أن تجتث هؤلاء المتعصبين، وهذا الموقف لا يكون بالصوم والصلاة بل بعمل فاعل على الأرض ليغلق الأبواب في وجه هذه الجماعات التي لا تحسن في الحياة سوى الكره والحقد والقتل والخطف. على أي حال، شكراً أيها الجيش العربي السوري على كل ما تفعله على هذه الأرض. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ ماهر مرهج، أمين عام حزب الشباب الوطني السوري، أهلا ومرحبا بك. شكرا. يعني في البداية بكافة الأحوال يعني تحية فعلا للجيش العربي السوري الذي في هذه الأيام يحقق انتصارات كبيرة على الأرض، نراه كيف يعني طوق الكثير من المناطق، أثر وضغط بشكل كبير جدا على تواجد الجماعات الإرهابية المسلحة، تخلص من العديد منها، يعني باتت الآن تستغيث من بقي من هذه الجماعات الإرهابية المسلحة خصوصا في الأماكن يعني الحدودية سواء القصير، درعا أو حتى في شمال حلب. كل هذه المناطق اليوم باتت يعني إلى حد ما بقبضة الجيش العربي السوري، ما خلا بعض المناطق التي ما زالت على ما يبدو تحت سيطرتهم ولكن مؤقتا يعني وليس بشكل كبير. كيف ترى أنت من وجهة نظرك عمل الجيش العربي السوري في هذه الفترة؟ أنا بداية أوجه تحية لهذا الجيش الوطني بامتياز، وكما كان يسمى أنا أعجب في الإعلام لم تعود تذكرونها، هذا جيش الشعب وليس جيش الوطن أو جيش الأسد كما يحاول بعض الجهات تمرير هذه الكلمات. ونحن أتكلم هنا من طرف معارض ومن حزب معارض، نحن حزب مستقل معارض، لسنا تابعين لأحد، نمثل صوت معين، صوت يختلف عن التيار الآخر، ولكن الجيش خط أحمر. حاول كثيرون الإساءة إلى منظومة الجيش سواء طائفيا سواء لما يصنعه الجيش، حاولوا اتهام الجيش. هناك فرق كبير بين أخطاء النظام وبين ما يجري على الأرض. الجيش يدفع الثمن، الجماعات الإرهابية لا تميز لا طائفة ولا لون ولا أي أحد. عندما تقتل الجيش هي تقتل الجيش على كافة طوائفه، الجيش لا ينتمي إلى أحد ولا طائفة معينة. والجيش عندما يردع هذه الجماعات لا يقتل إلا حامل السلاح، الجيش لا يستهدف مدنيين، ولم يستهدف ولن يستهدف. ولو أراد الجيش السوري استهداف مدنيين لانتهت الأزمة منذ أكثر من عام. نعم. أيضا يعني نرى في الفترة الأخيرة تحديدا في هذين اليومين الجزيرة والعربية تحاولان تقوية العصابات الإرهابية المسلحة عبر بث أخبار كاذبة. يعني مثلا يقولون تم انسحاب الكتيبة الفلانية من المكان الفلاني، يعني وذلك لنقص الذخيرة أو لاستنفاد الذخيرة من بين أيديهم، أو ربما انسحبت الكتيبة العلتانية بسبب أنها تريد الانسحاب تكتيكيا ومن ثم الانقضاض على الجيش لاحقا. يعني تكتيكيا هم انسحبوا عدة مرات على أي حال، والمناطق التي انسحبوا منها تكتيكيا لم يعودوا إليها على أي حال، يعني ولم يعودوا فعليا. بالجهة المقابلة نرى أن الحكومة السورية يعني تعطي عفو عام للشباب المغرر بهم من أجل أن يعودوا لرشدهم، أن يلقوا السلاح ويعودوا كمعارضة يعني سلمية إن صح التعبير في الداخل السوري، وليعارضوا ما شاءوا في هذه يعني الطريقة. ألا ترى معي أن الإعلام السعودي القطري أصبح متوغلا وموغلا في يعني سفك الدم السوري؟ سيدتي اليوم نحن لنكن واقعيين، يعني بعد مضي أكثر من عامين على الأزمة، وأنا أتكلم من معلومات ووقائع على الأرض، لم يعد متورط في الدم السوري من السوريين إلا نسبة ضئيلة جدا هم بالأصل مجرمين وليسوا معارضين. هناك فئات، هناك شباب تعاملنا مع قسم كبير منهم كان يظن نفسه في ثورة، كان يظن نفسه نصار ابن عريبي يحرر من الاحتلال معين. اليوم استفاق الناس لما يجري، هناك الشباب غرر بهم أن النظام سيسقط،
سيتغير واقعكم الاجتماعي والاقتصادي، الظلم الذي كان واقع عليكم سيتغير، هذا كله اليوم تغير. اليوم ما نراه على الأرض هو جبهة النصرة، وجبهة النصرة تابعة بامتياز لقطر ومن بعدها السعودية. هم اليوم يحاولون رفع معنويات الآخرين وليس السوريين. السوريون حتى من لم يسوي وضعه هو ترك السلاح وعاد جانبا، لم يبقى كما قلت لك إلا المجرم الذي امتهن القتال كوظيفة، لا يهمه من يقتل وماذا يقتل ولماذا يقتل، ليس من أجل قضية ولا من أجل معارضة ولا من أجل أي شيء. أنا واثق بهذا الكلام ومتأكد منه منذ أكثر من 6 أشهر هذا الكلام بعد العفو أو عدة العفو الذي حصلت. أنا أقول بصراحة وبشفافية هناك الكثير من لم يسوي وضعه ولكنه وضع سلاحه جانبا وجلس في بيته، هو لم يأتي للدولة ولم يقل أنا أريد تسوية وضعي لتفاصيل لسنا بوارد ذكرها، موضوع دخول الأفرع الأمنية وهذا ما نطالب به كمعارضة نحن، وما سيخرج عنها ومتى سيخرج وكيفية وآلية تسوية وضعه، ولكن ما نحن متأكدين منه أنه أوقف القتال وابتعد. حتى هناك الكثير من هؤلاء الشباب تركوا مناطقهم والأهالي أصبحوا اليوم لا توجد، يعني انفصلت الحاضنة الشعبية عنهم. اليوم السعوديين عندما يطلقون هذه الإشاعات عن هذه الكتيبة أو تلك هم يحاولوا رفع معنويات بعض المرتزقة نتيجة الهزائم الكبيرة التي حلت بهم، وهي هزائم تكتيكية، انتصارات تكتيكية حقيقية للجيش. الانتصارات التي حققها الجيش في مناطق الغوطة وفي ريف حلب التي كانوا يعتبرونها دولة أخرى، هم كانوا يعيشون ونحن زرنا هذه المناطق، هم يعتبرون حالهم في دولة أخرى، لديهم شرطة ولديهم نظام قضائي ومجلس شورى، وكأن استقلت حسب قولهم، تفاجؤوا بالجيش السوري يعني معلش بس مقاطعة، يعني ليس مجلس قضائي هو مجلس تشريعي بالنتيجة، يعني إسلامي يعني طبعا يعني هم ألغوا المحاكم، هم أقاموا المؤامرة الإمارة الإسلامية. نعم. فهم اعتبروا أن الحكم بأمر الله وهذا واقع، يعني أنت تجدين شيخ يحكم بهذا الموضوع. يعني من وجهة نظرك المعارضات الداخلية، كل المعارضة الداخلية في سوريا ترفض كل ما يندرج تحت بند يعني الدولة الإسلامية، هل تعتقد هذا الأمر؟ لا 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 نستطيع النزوم، هناك بعض المعارضات تتبنى النهج الإسلامي لديها ببرنامجها. طبعا نحن لنكون واقعيين، يعني ليس جميع المعارضات الداخلية معارضات بريئة، هناك معارضات كانت إلى حد معين تعمل بأجندات خارجية أو لنقل بأحلام. يعني أنت تعترف بأن في الداخل معارضات وليس معارضة على اعتبار أنه طبعاً يعني لا يوجد توحد الآن بين المعارضة الداخلية السورية؟ لأنه كما قلت لك هناك المعارضة الداخلية، يعني نحن كجزء من مثل التكتل الوطني الديمقراطي نحن 26 حزب في الداخل والخارج، نحن أقدنا مؤتمر قوى التغيير السلمي، نحن نريد تغيير النظام، وخلافنا حتى الأمس القريب معهم حول كلمة إسقاط وأبعادها، هم يريدون إسقاط، نحن إسقاط ترجمت في الواقع، يعني إن أردت إسقاطها السياسي أسقط النظام، يعني النظام السوري حتى حاليا ضمن الأزمة ليس كما كان سابقا، ولكن ليس هذا ما نريده. نحن لا نريد فلتان الأمني، إسقاط نظام يعني فلتان أمني، يعني السرقة والخطف وما نعيشه الآن. نحن نريد تغيير بنية هذا النظام، عدم التدخل في حياة المواطن، وليس إسقاط الدولة بمكوناتها وما فيها. نحن نريد الثوابت الوطنية بأي دولة في العالم، هناك ثوابت ورموز وطنية لا يتم المساس بها، لنفرض مثلا رئيس الجمهورية، الجيش، الوطن. أي معارض هذا عندما يقصف العدو الإسرائيلي الجيش السوري يقول الله أكبر، الله أكبر. الآن أصبح الإسرائيلي يقال له الله أكبر عندما يقصف الجيش السوري، هذا لم يقصف لنفرض من عدوكم أنتم، جهة معينة، رئاسة الجمهورية، حدا في الدولة، لم يقصفها، هو قصف الجيش السوري. الجيش السوري مخول بالدفاع عن الوطن، قصف حتى لو تغير النظام ولو جاء نظام جديد، قوة الجيش هي قوة البلد وليس قوة النظام. الجيش ليس النظام كما قلت، هذا جيش الشعب، سلاحه من مال الشعب، رواتبه كل ما يملكه الجيش هو للشعب، يذهب نظام تذهب حكومة، يبقى الجيش هو قوة الشعب. إذا ضعفت سوريا كم نحتاج من السنوات لبنائها؟ خلافنا مع هذه المعارضات هي في هذه الصورة، هم يريدون، البعض يريد إسقاط النظام كأنك تمحين 40 عاما. لم يكفر البعث، هناك أخطاء كثيرة في مسيرة حزب البعث وهذا شيء منطقي وطبيعي، ولكن أن أمسح تاريخه كأننا بلشنا أو أعود إلى العصور الوسطى كما يريد بعض الإسلاميين، أن أطلق زخمي وأن يصبح الحكم لشيء. نحن الناس تتجه نحو العولمة، نحن الرقي نحو الحضارة. يعني ولكن هل تنكر بأن وجود حزب البعث العربي الاشتراكي اليوم على رأس السلطة وفي الانتخابات التي ستأتي، يعني كل المؤشرات تقول بأن حزب البعث يمتلك حالياً
العدد الأكبر أو سابقاً، لا أعلم حالياً بالضبط لأنه لم تكن هناك إحصائية، يعني يملك أكبر عدد من مؤيدي هذا الحزب، يعني ألا يشكل مشكلة لديكم أنتم باقي الأحزاب المعارضة الموجودة في الداخل ومنافس قوي يعني ربما يلغيكم؟ لا 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 سيدتي، في السياسة وفي الديمقراطية الحقيقية لا أحد يلغي الآخر، هناك توافقات معينة، هناك تحالفات سياسية، ربما نتحالف مع حزب البعث في منطقة معينة، ونحن قلناها، نحن مع البعثيين وضد الحزبيين. اليوم هناك على الورق 3 ملايين حزبي، نحن إذا استطاع حزب البعث أن يفرز 300 ألف بعثي يعني، ولكن ما اسمكم أنتم؟ أنتم حزب أيضا يعني حزب الشباب الوطني السوري، إذن أنتم مؤطرين ضمن حزب. طبعا، ولكن نحن نقول عندما حزب البعث يوجد 300 ألف بعثي حقيقي نحن مستعدين للتعامل معه لنحقق رغبة الشعب وما يريده الشعب. ليست مشكلة منافسة أن حزب البعث يمتلك الأكثرية، يعني هذا حتى في الخارطة الديمقراطية لا مشكلة، يعني حتى في الخارطة الديمقراطية مو معنى هذا الشيء. رأينا تجارب كثيرة منها في مصر، الحزب أن يحصل على أكبر عدد الأصوات فشل في تشكيل حكومة. حتى حاليا لو أرى معك حزب البعث يملك أرضية كبيرة، لو أراد تشكيل انتخابات كما السابقة وحكومة كما السابقة، مع احترامنا الأشخاص الحاليين لأنهم بحكومة أزمة، يعني لا أستطيع أن ألومهم لا سلبا ولا إيجابا، ولكن انتخابات لنا تحفظات كثيرة عليها وعلى طريقة كما أسميتها وأصر على الكلمة مسرحية الانتخابات التي جرت، أن يحصل على الأغلبية الساحقة. حتى البعثيين الحقيقيين لم يمثل ضمن الحزب، ولكن هذا شأن داخلي لا يعنينا نحن بالنهاية. لن يستطيع أن تقود سوريا في هذا الوضع، يعني العدد أو الكم. أنا معك، أنت قلت الآن مؤيدين لحزب بعث، هؤلاء ليسوا مؤيدين لحزب بعث، هم مؤيدين للوطن. فرق كبير. هؤلاء الشباب الذين ينزلون، الذين يسمونهم على صفحات الفيسبوك من حبكجية، أو الذين يجتمعون في الساحات، هم مؤيدون. إذا بدك رأيي أنا وضميري ورأيي كحزب سياسي، مؤيدون لشخص الرئيس الأسد كشخص، لأنه يمثل، نحن معارضة نعترف بصراحة بأنه يمثلنا، ولكن ليسوا مؤيدين لا للبعث الحالي، فليس البعث كفكر، البعث كفكر شيء رائع، ولا الحكومة وتصرفاتها، ولا النظام وتصرفاته. ولو جلست معهم على جنب وتكلمت معهم بكثير من تفاصيل حياتهم، بدءا من عدم تكافؤ الفرص إلى الممارسات الأمنية، إلى ما يجي على أرض الواقع، إلى الظلم، إلى الواسطة، إلى إلى لاءات لا تخلص، لتجدينه أكثر معارضة منا. ولكن هذا الشاب اختار الوطن ونظر إلى البديل. اليوم هناك قسم في البداية ساقته العواطف، كثير من الشباب السوريين ساقب العواطف، ربما بجزء طائفي، ربما مشكلة شخصية عاناها مع جهة من الدولة، انساق بمظاهرات، بعضهم انساق نتيجة أخطاء معينة أو حصل دم في عائلته إلى حمل السلاح. ولكن اليوم أصبحت البوصلة واضحة، اتضحت الرؤية واتضحت أننا أمام مشكلة وطن. قد نختلف سياسيا، قد نختلف بانتخابات، لا ننجح نحن ينجح غيرنا، ليست هذه المشكلة، ولكن اليوم نحن أمام مرتكزات وطن، أمام نظام نعيد بناؤه ولا بد من بناؤه. تفضلتي حضرتك وتكلمتي قليلا عن حزب البعث. طيب، حزب البعث في الانتخابات الأخيرة تحالف مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وأنا لا أريد الإساءة لأحد، ولكن أنا مسؤول عن كلامي، أن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في الوقت الحالي بمعظمها، كي لا نظلم، هناك الكثير من الأحزاب الجديدة يملك على الأرض أكثر منهم، لسبب بسيط، أن الأحزاب الجديدة خلال عامين من النشاط استطاعت الإفراز. هناك بعض الأحزاب تقدمت وانتشرت في مناطق كثيرة، والواقع يعرف، ومن يتابع مسيرة الأحزاب السياسية الجديدة يعرف هذا الكلام. بينما هناك يعني هذا أمر طبيعي لأنها تريد أن تثبت نفسها على أرض الواقع، بينما يعني هناك أحزاب نائمة، ولكن ألا تشعر يعني تعدادهم، عندما حزب سياسي لا يستطيع تقديم 1000 شخص وهو فعليا قائم منذ سنة 1970، يتأخر أكثر من عام يقدم 1000 شخص إلى لجنة الأحزاب، لا تقنعني أنه يملك. على أي حال أنا لست في صدد الدفاع عن أحزاب الجبهة أو غيرها، يعني هم يدافعون عن أنفسهم بالنتيجة، يعني هذا وجهة نظر حضرتك. بكافة الأحوال يعني بدك تحضر لي إجابة على سؤال ما بعرف إذا هو صعب بمكان ما، واللي هو حاليا بعد اجتماع لافروف كيري هناك مشكلة لدى المعارضات، معارضات الداخل كما سميتها، الحكومة السورية والدولة السورية والنظام السوري كما يطلق عليه، هو يعني مجهز كتلته من أجل الحوار وأموره جاهزة، ولكن هل المعارضة جاهزة؟ هذا برسم الإجابة، لكن بعد أن أسألك هذا السؤال المتعلق أيضا بالمؤتمر الصحفي بين لافروف وكيري بأن ما يحصل في سوريا يثير رغبة الإرهابيين في الإرهاب، يعني أليست أمريكا بالنتيجة هي الداعمة لهؤلاء الإرهابيين
وهي التي تساعدهم في الدخول إلى سوريا عبر حلفائها كتركيا من أجل ممارسة الإرهاب. يعني ما معنى هذا التصريح من وجهة نظرك؟ بالنهاية بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية هي داعم خفي لكل العمليات الإرهابية التي تجري في سوريا، ولكن هم ربما نتيجة الضغوط الروسية والعمليات السياسية التي جرت وحتى العمليات الأمنية التي يعني عندما أثبت الجيش السوري، هنا أوجه تحية مجددة للجيش السوري، عندما أثبت الجيش السوري وهذه الرسالة هي من دعمتنا نحن كسياسيين، وحتى إذا أردت دعم جهة النظام بالوصول لحل سياسي، لأنه كما أسلف الخلاف بين الإخوة بين الأهل فحله على الطاولة وليس بالبندقية وفي الشارع. هذا المبدأ الذي نحن نتكمش به كمعارضة داخلية، المعارضة السلمية وليست معارضة السلاح والقتل. القتال ليس بين الإخوة، من أراد أن يجاهد فليجاهد في جبهة الجولان، واليوم هي مفتوحة، اليوم جبهة الجولان مفتوحة، وأعلن الحكومة السورية بأنها مفتوحة، اذهب جاهد في الجولان. تثير رغبة الإرهابيين بالإرهاب بالتأكيد، هذا شيء طبيعي، ولكن أنا أتصور بأن الأمور ذاهبة إلى حل سلمي. يعني اليوم بعد التوافقات الكثيرة، وأنا أتصور بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة للجيش السوري، يعني أحست القوى الدولية بأن الأمور ستخرج عن السيطرة، وبأن ربيبتها إسرائيل التي أنا بتصوري هم صرحوا بأنها أخبرتهم، ولكن أنا بقناعتي أنها لم تخبر بهم، لأن إسرائيل لا تعترف بأحد حتى الولايات ولكن المتحدة. ولكن لماذا الولايات المتحدة تصرح بأن سوريا، يعني ما يحصل في سوريا يثير رغبة الإرهابيين من أجل يعني ممارسة أعمالهم الإرهابية ويثير رغبتهم وبالمقابل هي تدعمهم يعني من خلف الجدار وبشكل علني وصريح؟ هي تريد، يعني هي تعول على شيئين، الشيء الأول هي التخلص من هؤلاء الإرهابيين الذين يعني ما حصل في سوريا قدم للولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الأوروبية خدمة كبيرة. يعني أنت عند تعيشين في دولة ديمقراطية أو تعتبر حالها ديمقراطية علمانية واضطرت لتعطي جنسيتها، يعني هناك مقاتلين شيشان وبريطانيين حتى وألمان، وهذا شيء انتشر في الإعلام، وهم يملكون فكر متعصب، هذا الفكر المتعصب قد ينقلب على شعبك بأي وقت. فهي جاءت فرصة مناسبة لترسله إلى سوريا، إن قتل استراحت منه كما يقال بالعامية، وبالنهاية لن يعود، وقتلته بأيد غير أيديها وبدون أن تلوث أيادي شعبها أو جنودها أو بدون أن تخسر أي نقطة دم واحدة. فهذا ما تقصده. أما الموضوع الثاني، موضوع السياسي الذي تكلمت عنه، موضوع المعارضات، نعم. موضوع المعارضات، يعني اليوم بعد أن انفتحت يعني الأبواب على ما يبدو أو بوادر الأمل إن صح التعبير بعد هذا اللقاء الثنائي ما بين كيري ولافروف، إلى أي حد أنتم الآن مستعدون؟ عليكم يعني مسؤولية كبيرة جدا من أجل أن تتوحدوا كي تقفوا في وجه هذه الدولة من أجل التغيير الذي كنت تتحدث عنه. على سيدتي، هو بالنهاية ليس المطلوب التوحد، والتوحد شيء صعب وغير حقيقي غير صحي. ولكن بالدرجة الأولى أليس يجب أن تكون مطالبكم إلى حد ما تماماً. هذا موحدة ما يعني من أجل هذا ما أردت قوله، يعني أنا ليس المهم أن نتحد نحن تحت تكتل معين، ولكن نحن إذا عدت لنا كقوة تغيير سلمي نحن متوحدون منذ أكثر من عام، منذ عقدنا مؤتمر 23/11/2012 نحن قوى التغيير السلمي، خرجنا بنتائج ومقررات ومطالب واضحة، نتائج مؤتمر، خرجنا بما يسمى خارطة الطريق. منذ فترة كان لدينا حوار تمهيدي مع الحكومة من خلال برعاية إيرانية، مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي جرى في دمشق وسابقا جرى في إيران. نحن طرحنا خارطة الطريق بشكل واضح وصريح وهي تمثل مطالبنا. اليوم نحن ما نسعى أن نستقطب باقي معارضات قوى التغيير السلمي. هناك أنا حسب علمي العديد من قوى المعارضة في الخارج تتوحد مع بعضها في الداخل، غير مؤتمر قوى التغيير السلمي يضم حوالي 56 قوة بينها التكتل الوطني الديمقراطي وائتلاف قوى التغيير السلمي. اليوم هناك العديد من القوى المعارضة في الخارج، طبعا غير الكانتونات الاستخباراتية التي صنعتها قطر وأمريكا. هؤلاء في النهاية لا يمثلون أحد. هناك معارضات جديدة لم يسمع ولكن بها. ماذا لو أحرجت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا بإجبار سوريا على دخول هؤلاء في العملية الحوارية؟ بالنهاية سيدخلون، نكون نحن واقعيين، ألا سيدخلون؟ هل ستقفون معهم كتف بكتف أم لا 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 ستقفون مع الدولة ضدهم أم ماذا؟ يعني كيف سيكون الوضع؟ سيدتي، طاولة الحوار لنكون واقعيين، لن تكون مان تو مان، شخص مقابل شخص، يعني ستجدين طاولة مستديرة. طاولة الحكومة قد تكون فريق واحد، أما طاولة المعارضة ليست فقط ما يدعونه ائتلاف الدوحة وأنه يمسك، لأن حتى ائتلاف الدوحة أصبح أربع ائتلافات. يعني اليوم مجلس اسطنبول انشق من الأشخاص الذين كانوا ركائز أساسيين. لم يعد هناك
مكان لمجلس اسطنبول ولا باي شكل من الاشكال، يعني ولا احد يمثل احد. هم اعتبرونه انه جزء من ائتلاف الدوحه، اخذوا اشخاص منه واعتبرونهم جزء ممثلين عن مجلس اسطنبول، نعم. بينما 70-80% من اعضاء مجلس اسطنبول اصبحوا في الخارج. هيئه التنسيق كمان، حتى هيئه التنسيق تحاول ان تستقطب قوى اكبر لتاخذ لها مكان مع قوى التغيير السلمي. أصدقائنا في المنبر الديمقراطي في مصر برئاسة ميشيل كيلو الذي سابقا كان في هيئة التنسيق ثم مجلس اسطنبول مع المالح، يحاولون إنشاء كمان كيان معارض بالتنسيق مع حزب التنمية أحد الأحزاب الجديدة التي رخصت في سوريا. نحن كقوى تغيير سلمي متوافقون حتى الآن، أصبحنا 56 قوى، ممكن أن ينضم العديد من القوى الجديدة. يعني أنت ستجدين في المقابل طرف الحكومة عدة طروحات من المعارضات سيجري التفاوض عليها. الطرح أنا الذي أعتبره بالنهاية طرح خياني وعميل منذ الآن، وأنا أتصور أني لا أظلم لأني أتكلم ليس عن أشخاص أحترمهم في المعارضة، ولكن أتكلم عن كانتونات معارضة صناعة استخباراتية هي ائتلاف الدوحة. لأن ائتلاف الدوحة لن يتكلم بلسان الشارع السوري ولا بمطالب المعارضة السورية، سيتكلم بلسان مشغلينه ومن يقبضونه أو يعطونه الأموال. نعم. على فكرة كما بما أنه تكلمنا عن ائتلاف الدوحة، لن ينجح أي مؤتمر حوار سياسي إن لم يكن يوجد ممثلين للقوى العسكرية على الأرض. هذا لنكون واقعيين، للقوى العسكرية على الأرض أو القوى الجماعات المسلحة، يعني لنحكي بصراحة، يعني لأنه هل تعتقد أن تكون هناك يعني للجماعات المسلحة قوى على الأرض؟ لن ينجح. يعني كيف يمكن أن يكون لهذه القوى وجود على طاولة الحوار، يعني وهم يعني مشرذمون، يعني لم نقل جبهة النصرة، على الأخوان المسلمين، على السلفيين، على الوهابيين، على ما يسمى الجيش الحر، على يعني الكثير من المكونات هي جماعات مسلحة، هي إرهابية بحد ذاتها. يعني هل تقبل المعارضة الداخلية السورية أو حتى أي معارضة أن تكون هذه الشخصيات ممثلة في الحوار الوطني الشامل لسوريا من وجهة نظرك؟ يعني وهل سؤال آخر، يعني وهل سقف بيان جنيف ببنوده الستة يعني هو سقفكم أنتم المعارضة السورية؟ طبعا بالتأكيد. هلا سأبدأ من الآخر، سقف بيان جنيف، نحن تبنينا بيان جنيف، وحتى مبادراتنا ورؤيتنا لخارطة الطريق تعتمد على بيان جنيف. أما أنت الآن جاوبتي على السؤال عندما صنفتي من يحمل السلاح على الأرض. يعني بالتأكيد جبهة النصرة لا مكان لها، لا على حوار ولا بين السوريين أساسا، وأنا مسؤول عن كلامي، ونحن كسوريين لا نقبل جبهة النصرة على الرغم من أن معظمها غير سوريين، ولكن حتى السوري الذي في جبهة النصرة أنا مع قتله ومع إبادته لأنه لا مكان له بين السوريين. شخص بهكذا تفكير، ولكن من هي إذا من هي الجماعات هناك المسلحة التي المشرذمين والعصابات؟ كما قلت لك الجيش السوري الوطني الذي نحترمه وكررها جيش الشعب هو من يتعامل معهم، ولكن هناك فئات ما يسموا أنفسهم الجيش الحر، هؤلاء الضباط المنشقين، العناصر المنشقين، الذي كما قلت لك في بداية حديثي هؤلاء لم يسلموا أنفسهم للدولة، وأنا على اطلاع بعدد كبير منهم لم يسلموا أنفسهم ولكنهم وضعوا سلاحهم. ولكن أليسوا محرجين الآن كثيراً؟ طبعاً كثيراً. أمام هذه التسوية الكبيرة التي بانت بوادرها ما بين الولايات المتحدة وروسيا؟ على هم وضعوا سلاحهم جانباً ينتظرون التسوية، حتى الحكومة السورية صرحت ب، ولكن الحكومة الدولة السورية يعني قالت لهم تعالوا، يعني من يريد أن يعود صرحت من رأس الهرم إلى حتى وزير الخارجية إلى عدة جهات في الدولة بأنها مستعدة للتعاطي معهم حتى والتعامل معهم وتسوية أوضاعهم، ولكن كما أسلفت الخلاف اليوم في طريقة تسوية أوضاعهم. يعني الحكومة تنظر إلى هؤلاء أنه تعال سوي وضعك مصفح عنك وارجع. هناك حاجز من عدم الثقة، هناك أشخاص عانوا تجارب، يعني يخرج اليوم يسلم سلاحه بعد يومين ياخذوا الفرع الفلاني مثلا يعد له شي سن زمان اوضاع مستقبل أو، فهؤلاء ليسوا شخص او شخصين او حاله فرديه. كما قلت لك حتى نحن كمعارضه داخليه كنا من فتره في اسطنبول اجتمعنا بكثير من هؤلاء الضباط الذين انشقوا، وضباط برتب عاليه، وهم وللامانه بدون ذكر اسماء هم نادمون، وهم قالوا لي شخصيا انهم مستعدون للعوده ولكن ضمن تسويه سياسيه وليس بطريقة الصفة. ألا ينظر يعني من وجهة نظرك يعني خلف الأبواب، ألا ينظر بهذا الموضوع حاليا من أجل بالتأكيد بالتأكيد تسوية أوضاعهم بشكل بالتأكيد كامل؟ أنا أتصور أن الحكومة السورية بضمن الملف السياسي الذي يعمل عليه مع روسيا مع إيران حول المؤتمر الدولي سيتم، لذلك قلت هؤلاء سيكونوا طرف. هذا ما عنيته حضرتك من أنه في أشخاص كانوا مسلحين وحملوا السلاح هم المنشقين حصرا طبعاً أكيد من الجيش العربي السوري ويريدون العودة.
على أي حال الحديث بقي لكن بعد أن نتوقف مع فاصل أستاذ ماهر. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين المعتصمين أمام باب العمود في القدس المحتلة وتعتقل عددا منهم وتمنع وسائل الإعلام من نقل الحقيقة. رئيس مجلس الوزراء السوري يؤكد خلال استقباله السفيرة الجزائرية بدمشق تصميم الشعب العربي السوري وجيشه على إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا. وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على إرهابيين من جبهة النصرة وتدمر أوكارهم في أرياف دمشق وحلب وإدلب واللاذقية. انفجار سيارة خلال تفخيخها من قبل إرهابيين في منطقة جمعيات المحبة في رنكوس بريف دمشق يسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين. انسحاب جزئي للميليشيات المسلحة من محيط وزارتي العدل والخارجية الليبية المحاصرتين. مسلحون قبليون يخطفون موظفين هنديين في الصليب الأحمر بجنوب اليمن. مقتل 6 أشخاص على الأقل في مظاهرة تخللتها أعمال عنف جنوب أفغانستان. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. مشاهدينا الأكارم أيضا من جديد اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ ماهر مرهج وحضرتك أمين عام حزب الشباب الوطني السوري. مرحبا مجددا بحضرتك. الآن يعني نريد الحديث قليلا عن الوضع عربيا ودوليا. ما نرى بأن إسرائيل بالأمس اعتقلت الشيخ محمد حسين وهو مفتي القدس. قبله هذا الموضوع صمت عربي مشين، يعني ما خلى الأردن، كان هناك دعوات من قبل البرلمان الأردني من أجل يعني الوقوف في وجه هذا الكيان الغاصب لوضع حد لمثل هذه الأعمال التي يقوم بها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا بأبناء القدس. يعني هل الجامعة العربية أصبحت هي فقط من أجل محاربة سوريا والباقي خلاص؟ يعني الجيش الإسرائيلي فينا نقول يعتقل مفتي فلسطين محمد حسين هو خبر عادي من قبل جيش يعني معتدي إن صح التعبير، من قبل جيش يعني غير معادي في قاموس الجامعة العربية. كيف ترى الوضع؟ والله سيدتي سأتكلم حتى في منطقة المعارض حتى بالنسبة للدول العربية. يعني اليوم هم أسموه الربيع العربي وأنا أصر على كلمة الربيع العربي. إن هذه الجامعة اليوم أنا لا أسميها جامعة عربية، هي جامعة عبرية. كانت جامعة عربية عندما أنشأها حافظ الأسد وجمال عبد الناصر محفظ الألقاب. وقتها كان هناك عروبة وكان هناك فلسطين وكانت فلسطين أولى القبلتين وكانت الناس تبيع ذهبها لتجاهد فلسطين. أما اليوم عندما يجلس الحمدين كما يسمونهم رجالات النفط أو كما أسماهم السيد الرئيس أنصاف الرجال، وأعيد وأكرر هذه الكلمة، فعلا هم أنصاف الرجال وليسوا رجالا لأنهم تاريخهم يثبت ذلك. ويجدون يعني يعتقل مفتي القدس، لا الجزيرة تصرح ولا العربية تصرح ولا مشايخ الفتنة، أين هو العرعور والقرضاوي ليقف موقف من من يعتقل مفتي القدس؟ يعني عدم المؤاخذة، عندما يعتقل إرهابي في جبهة النصرة في دمشق يطلع كأنه بطل على فضية، يطلع بطل ويكون خلفيته. وأنا أعرف في منطقة عملي مثلا بأحد مناطق ريف دمشق اليوم المنتسب لجبهة النصرة هم أسوأ الناس أخلاقيا ودينيا،
وكما يقال بالعامية بعمره ما فاتح الجامع. عندما يعتقل أحدهم أو يصاب التهليل له. اليوم مفتي القدس يعتقل من قبل إسرائيل ولا تصريح، تضرب سوريا ولا تصريح. لا، وعلى أكثر من ذلك هم يطالبون بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ويدرس الموضوع. يعني العبري نبيل العربي هو الذي هو لا نبيل ولا عربي، النبيل العبري. هل لهذا وصل؟ فأنا سأعود لبداية حديثي. إذا كان هناك ربيع عربي حقيقي فلا بد من جامعة عربية حقيقية. ليس الغاية كلمة جامعة، لم تفعل شيء إلا عندما استخدمتها المخابرات الأجنبية للإساءة إلى سوريا أو لإسقاط النظام السوري كما يسمون. نحن سوريين نريد تغيير نظامنا، هناك شيء غير صحيح بعد 30-40 عاما، شيء تغيير منطقي سياسي سلمي بتوافق الإخوة وليس بحرب حولوا سوريا إلى دمار أو لاتخاذ قرارات أو لإيواء مجموعة من نصبت الخيم قبل أن يتم العنف. نحن نعلم، نحن كنا في المظاهرات ونعلم ما حدث منذ البداية، تآمر من الطرفين داخلي وخارجي. نحكيها بصراحة وبشفافية، ما بعرف إذا أنتم تسجيل إذا بتقولوها، يعني هناك من تآمر من ضمن النظام وهناك من تآمر من ضمن الخارج. من ضمن النظام السيئين الذين نحن نحاربهم، هم لم يريدوا أن يكون التغيير سلمي ولا زالوا لا يريدون. يعني هناك الآن أشخاص في الداخل ليسوا مرتاحين بالحل السياسي الخارجي، يريدون العنف لأنهم هم بقاؤهم ووجودهم على هذا المناخ. وهناك في الخارج التآمر الخارجي بينهم العربان. الآن أصبح يهتم أمير قطر للشعب السوري ومعاناته، فليتبرع بي، وأنا أقولها عبر شاشتكم، فليتبرع بقصره الذي يسوى ملايين دولارات في منطقة صبورة للشعب السوري الفقير، فليبيعه بالمزاد العالمي ويعطيه للشعب الفقير الذي يدعمه، إلى شعب دوما ودارية ومعظمية الشام. هذا الشعب الذي يعاني الآن الأمرين من النظام سأتكلم منه. هذا الشعب الذي يعاني فليتبرع به بمزاد علني ويوزعه، بدلا من أن يعطي دولارات بالسر لمجموعات لا تمس الشعب ليقتلوا الإخوة بعضهم بعضا، وليشتري يدفع ثمن للضابط وللمجند ولكل من يقاتل بمزاد علني، وليحرج الحكومة السورية بهكذا تصرف. ولكن يعني نكون واقعيين، هم يتكلمون باسم الشعب وهم بعيدين كل البعد عن الشعب. هم يريدون خدمة أجندات معينة، يريدون إعطاء الشرعية بأن إسرائيل دولة يهودية. مهدوا لهذا الموضوع، حاولوا تمرير أن نريد اعتراف الجامعة العربية بإسرائيل دولة يهودية. في اليوم التالي اعتقلوا مفتي القدس، في اليوم الثالث اقتحمت جماعات منظمة من المستوطنين الجامع الأقصى وباحات الجامع. نعم، الجامع الأقصى. ودائما يعني تكون المفارقة مدعومة ب يعني قوات الكيان الصهيوني، يعني دائما تكون داعمة لهم. يريدون تحت غطاء معين. يعني أنت لا تستغربي في ظل هذه الأنظمة العميلة الخائنة أن يخرج إرهابي يفجر نفسه في جامع الأقصى ويقول لك هذا إرهابي لا ذنب لنا. أنا أتوقع هذا أن يحصل لاحقا، ولكنهم يخافون. على أي حال هناك زيارة للقرضاوي لغزة، يعني ألا ترى في هذه الحركة المشبوهة بأنها من أجل إثارة وتعزيز الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وبأن يعني من أرسله في هذه الزيارة هو حمد؟ يعني اقتحام المسجد الأقصى في فلسطين المحتلة، قد يكون هذا الاقتحام، هناك من يقول بأن قد يكون هذا الاقتحام هو احتفاء بزيارة القرضاوي. سيدتي، كما زار أردوغان أو ادعى بزيارة أردوغان قبله، وكما زارها شو اسمها تبع مصر مرسي، يعني هؤلاء أصبحوا يحجون في غزة، هم يحاولوا أن يقدموا غزة بدل. هو الله يستر، لأنه كل ما حدا زار غزة بيكون صار مصيبة كبرى. يعني هم يحاولوا أن يقدموا أنه هي أعطيناكم غزة عوضا عن القدس، هذا ما يحاولون إظهاره للعالم. ماذا ستقدم وستؤخر زيادة القضاوي لغزة؟ فليزور القدس، ليزور أصدقائه، ليسمحوا له بالحج إلى القدس. هذا شيخ جليل، والقدس أولى القبلتين، وكلنا نتمنى أن نزور القدس. فليطالب بخروج المفتي حسين يعني قبل أن يذهب. هذا ما نتكلم عنه. يعني ماذا ستقدم وتؤخر زيارتك يا شو اسمه هذا شيخ الفتنة، شيخ الفتنة إلى غزة؟ اطلب زيارة القدس، اطلب زيارة هذا الشيخ المفتي الذي اعتقل في نصف القدس، في منتصف القدس، من قبل أصدقائك اليهود. ولكن هي عبارة عن، كما قلت لك، هي عبارة عن لعب على مشاعر المسلمين ومحاولة بس فقط للإساءة ضمن حدود. هم حتى في الإعلام، يعني هناك لعبة إعلامية يعني يلعبوها الجميع، يعني أنه تعطي عليه بالإعلام وبتسئلوه، أنتم بالنهاية أصدقاء خلف الكاميرات تتصافحون، ولكن حتى هذه لا يسمحون لهم بها. اليهود لا يسمحون لهم بأكثر من ذلك. وما قلت لك، لماذا لا يسمحون له بزيارة القدس؟ إن كان لماذا لا يطالب هو بزيارة القدس؟ ولكن هناك هذه أصبحت مكشوفة، كل الشعب أصبح يعرف أن هؤلاء عملاء، عندما يفتون
مئات الفتاوى للجهاد في سوريا ويجذبون الإرهابيين أو لنفرض كما يقولون الجهاديين الذين سيذهبون لمقابلة الحوريات في الجنة للجهاد ضد النظام في سوريا، لماذا لم يفتوها ضد النظام اليهودي؟ يا أخي أنا معكم، النظام السوري نظام كافر وما فيه مسلم وما فيه حدا، ولازم وعم يقتل الشعب المسلم وأكثر من ذلك الشعب المسلم السني. طب هذاك يهودي، أنا أقرب إليك يعني اليهودي، والله أنا لا أفهمها هي، أنا لا أفهمها، أنا أعلم حد علمي وأنا. هل أنت مقتنع بأنه يعني كل ما قلته بأنه يعني صحيح ويحدث على أرض الواقع؟ كيف يطبق على الأرض؟ إنه لنفرض أنت قلت يعني أنا معك بأنه يعني النظام في سوريا يقتل الشعب في سوريا وتحديدا. لا بالتأكيد هذا كلام غير واقعي ولا ونحن نرفضه بالنهاية بالمجمل، ولكن أنت عم تقول أنا معك، أنت عم تقول بلسانهم. أنا أتكلم بلسانهم سيدتي، من يدعي عندما يخرج القرضاوي ولا العرعور ويقول، وسأقولها بصراحة كما يقولونها في الخارج، بأن النظام طائفي علوي يقتل الفئة السنية من الشعب، هذا ما يحاولون. نحن زرنا دول أوروبا والتقينا بالعديد من الناس وحتى في تركيا، هذه الصورة يحاول أن يصورها الإعلام. طيب سأتكلم بلسانهم، هذا من يفتي لك بأن هذا النظام يقتل هو فئة مسلمة. أنا حسب علمي ولست رجل متدين، أنا بأن العلويين والسنة وغيرهم من الطوائف هم بالنهاية إسلام، مختلفين بتفاصيل معينة، هذا ما أعلمه، قد أكون مخطئ. هل من المعقول أن اليهودي أقرب لك من هذا الرجل الذي يقول كلمة لا إله إلا الله؟ أو حتى أكثر من اليهودي الإسرائيلي الذي يقتل، يعني كيف تفتي أنت كشيخ ديني وأنا لا أستطيع أن أقول؟ ولكن هناك الكثير يعني أو البعض من الأشخاص سواء في الداخل أو في الخارج فرحوا للضربة العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت بعض مواقع للجيش العربي السوري. يعني هذا من فرح للضربة العسكرية هذا ليس سوري وليس وطني وليس عربي، إن كان عربي وإن كان هو يهودي يعني مثلا. لا هذا خائن، خائن بمقياس وطني وليس بمقياس سياسي. وأنا أقول لك أنا لا أتكلم بمنبر أحد ولا أتكلم، لا أمثل النظام، أنا أمثل حزب سياسي معين، نحن فئة من الشباب السوري، نحن نتكلم بمنطق وطني. هذا الجيش كما قلت هو جيش الشعب، ليس جيش سوري فقط، جيش الشعب، بني من الشعب، وإن ذهب النظام أو بقي النظام هذا الجيش للشعب ومن أبناء الشعب، ووحدة هذا الجيش التي بنيت لسنوات. الجندي عندما يدخل إلى هذا الجيش لا يعرف طقس الجندي الآخر، ولم كلنا خدمنا الجيش، لا أحد يسأل الآخر متى أفتح ولا يهمه، وهم يموتون معا ويعيشون معا. هذا الجيش لسوريا، إن كان هذا الجيش لسوريا، من يقول الله أكبر ويفرح لأنه قصفت مواقع عسكرية، هذا خائن بامتياز، هذا يجب أن يعدم في المرجى، في ساحة المرجى كائنا من كان. لأنه بالنهاية ضرب الجيش لا يخدم لا معارضة، أي معارضة كانت، وكما قلت لنكون واضحين لا أتفق معها أبدا، لا معارضة السلاح كائنا من كانت، منطق السلاح نرفضه قولا واحدا، لأن معارضة سلمية تنادي من منطق التغيير السلمي. ولكن من يفرح لضرب الجيش، ماذا تخدم المعارضة؟ حتى المعارضة المسلحة ماذا يخدمها إذا ضربت مستودعات للجيش؟ يعني من لا يوجد أصلا معارضة مسلحة، اللي هنا جبهة نصرة كما قلت لك، من كان يعتقد نفسه أنه في ثورة وأنه ذاهب للتحرير أفاق اليوم، أفاق من هذه اللعبة الكبيرة، بدءا من بداية مسلسلات الانشقاقات والسرقة والممارسات اللا أخلاقية لقياداتهم، أنا أتكلم عن القواعد، إلى ما اكتشفوه لاحقا من مؤامرة كبيرة، إلى من أكثر من ذلك ما زال مقتنع بمنطق المعارضة، ولكنه اقتنع ونحن قلناها منذ البداية للكثير من حمل السلاح بالبندقية ستسقطون النظام، العنف لن يجر إلى العنف، وبقعة الدماء ستكبر وبالنهاية هناك طاولة، والطاولة هي ما ستحدد ما سيكون عليه. ولكن هناك على بعض المعارضات يعني كل من كان مع العنف يعني ومع إسقاط الدولة السورية بالعنف والعنف المضاد، يعني على أي حال أنه الآن بات يشعر بخيبة أمل كبيرة على ما يبدو، لأن هناك بوادر تسويات دولية على الأرض ستكون، لأنه هناك حتى بعض المعارضات الداخلية، يعني هي في البداية تم احترامنا لهم والكل يعرفهم، يعني اليوم بعض المعارضات الداخلية في بداية الأزمة هي رفضت أن تجتمع في مؤتمر تحت اسم قوى التغيير السلمي، يعني بما معناه هي كانت تنتهج وأن بمواربة معينة، حتى التنسيق عندما قالت بأن الجيش الحر هو مكون أساسي من المعارضة السورية أو من الثورة السورية كما سمتها. بالتأكيد هي تنسيق أحد هذه الجهات التي كانت في البداية تدعم المنطقة المسلح، نحن كنا منذ البداية نتحاور مع المسلحين ونحترمهم ولكن لا نتفق معهم سياسيا، ليست هذه طريقنا في التغيير. هناك من تبنى منطقهم عسى ولعل في حال نجحوا في
كما يسمون ثورتهم كنا معهم وأنتم محسوبون عن النظام كما يقولون عنا. والآن عندما لم ينجحوا هم أصبحوا يتكلمون بمنطقة التغيير السلمي وأصبحنا نحن لسنا معارضة، نحن فصيل من النظام، ولكن هذا ليس مهم. المهم اليوم من هو وطني وغير وطني، ليس المهم أنت معارض أو موالي. نعم. أيضا أستاذ الكريم، يعني السماء اللبنانية أصبحت اليوم مرتعة للطائرات الإسرائيلية، ونرى يعني لبنان صامت لقاء هذه الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، ومن ثم ضرب الدولة السورية عبر هذه الأجواء والتجسس على الدولة السورية عبر هذه الأجواء. يعني ألا يجب على الحكومة السورية أن تحمي أراضيها حتى ولو كان في الداخل اللبناني؟ هذا بالتأكيد، هذا نحن ما نطلبه، وهذا ما يعني كما قلت لك في بداية الحديث، نحن نوجه تحية للحكومة السورية من اتخذ القرار بفتح جبهة الجولان، نأمل أن يكون على أرض الواقع حقيقيا وليس مجرد تصريح إعلامي. نحن نتمنى أن يتم فتح جبهة الجولان لمن شاء وأراد، لأن اليوم نحن في حرب، حرب داخلية وحرب خارجية. في حال الحكومة مشغولة في التعاون مع بعض المسلحين، هناك جهات وفصائل حتى غير فصائل فلسطينية. نحن كحزب نريد تحليل جولان ولواء اسكندرون، ومثلنا كثيرون، هناك الكثير من الشباب السوري يستعد الآن ممكن أن يشكل مجموعات مقاومة في الجولان وغيرها، ولا بد للدولة السورية من رد. نحن لن نتدخل في طريق الرد وكيفية الرد ومتى الرد، ولكن هذه سيادة وهذا وطن. ضربت إسرائيل، نحن كنا نتمنى خلال ساعات أن تصدر صواريخ من سوريا إلى إسرائيل. هل أنت مع التصريح الذي صرح به الدكتور علي حيدر وزير المصالحة السورية؟ هل أنت مع التصريح الذي صرحه عندما قال بأن يعني بيان الحكومة السورية كان ضعيف وبشع؟ طبعا، يعني بالحق وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك. أنا أتكلم، هو يتكلم كجزء من الحكومة، أنا أتكلم بلسان، هو لا يتكلم كجزء، هو تكلم كجزء من المعارضة، كجزء من المعارضة كرئيس حزب. أنا أتكلم أكثر من ذلك، ولكن هو ربما محرج بزاوية معينة كونه وزير في هذه الحكومة، ولكن أنا أتكلم بحرية كوني ممثل حزب سياسي معارض. أنا أطالب وطالبت، ونحن أصدرنا كحزب الشعب الوطني السوري بيان للحكومة السورية بالمطالبة برد سريع وخلال 24 ساعة بإطلاق صواريخ إلى تل أبيب وإلى حيفا، تعبير عن وطنية السوريين. أنا نحن يعني لا يكفي ما قامت به الدولة السورية عندما فتحت جبهة الجولان؟ لا يكفي، أنا برأيي لا يكفي، وأنا أتمنى هذا الفتح كما قلت لك أن يكون واقعيا وحقيقيا، ولكن أنا برأيي لا يكفي، لابد من رد رادع. أنت تكلمت الآن أن الطيران الإسرائيلي يعيش فسادا فوق لبنان، ما المانع أن نضرب الطيران من هنا؟ يعني اليوم السياسة لها وقتها، ولكن هناك معنويات. الآن نتكلم عن معنويات هذا الجيش، الجيش الوطني جيشنا قوي، وأنا أعلم أن إمكانياتنا قوية، لابد من تحرك سريع. إسرائيل لا تلتزم بالمواثيق الدولية، وكما قلت في البداية هي عندما ضربت سوريا وأنا مسؤول عن كلامي لم تأخذ إذن أمريكا، هم قالوا أعلمونا في وقتها، وأنا مسؤول عن كلامي أن أمريكا علمت كما علم السوريين بعد أن تمت الضربة. على أي حال يعني ربما مبرر صمت الدولة السورية لأجل أشياء لاحقة لديهم، ولكن لدينا نحن تتكشف مع الوقت. يعني هي وجهة نظر بكل الأحوال، الحلقة نطالب أكثر من ذلك، يعني وجهة نظر، وهذا أمر يعني برسمكم أنتم، وأنتم من يقرر هذا الأمر ومطالباتكم للحكومة والدولة السورية. في الحقيقة انتهى وقتنا أستاذ ماهر، يعني أشكرك جزيل الشكر أستاذ ماهر مرج، وحضرتك أمين عام حزب الشباب الوطني السوري. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الأكارم، في ختام هذه الحلقة أشكر لكم كرم المتابعة، دائما نترحم على أرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين. السلام عليكم.